إلا تنصروه فقد نصره الله. هذه بعض آية في سورة التوبة نزلت بعد أحداث الهجرة بسنين. وسورة التوبة يسميها أهل العلم بالسورة الفاضحة، بالسورة الكاشفة التي فضح الله جل وعلا فيها النفاق ومعالم النفاق وأظهر صفاتهم وجلاها. نزلت هذه الآية، وهذا من أعظم دروس الهجرة في سياق عجيب. يقول ربنا جل شأنه، واسمع وهات قلبك، يقول ربنا جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنصروه فقد نصره الله. سياق الآيات بدأ بزجر عنيف جدا، بدأ بزلزال. لو تركز في كلام ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى بيكلم أهل الإيمان بزجر شديد جدا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا، قوموا انتفضوا، انصروا دين الله جل وعلا، انتفضوا، اعملوا لآخرتكم، كونوا أنصار الله، قوموا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله. شوف بقى، شوف الكلام، شوف ربنا بيقول إيه: اثاقلتم إلى الأرض. اثاقلتم، شوف المبنى بتاع الكلمة، شوف المبنى نفسه، شوف الشدة اللي فيها اثاقلتم. قايم، شفت لما تكون بتشد مسمار من حيطة، واحد قايم بالعافية عشان لدين ربنا سبحانه وتعالى، تجدوه نشيط في اللعب، تجدوه نشيط في طلب الدنيا، تجدوه نشيط في الجنيه. إنما لما تقول له قوم يلا نصلي، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. يلا يا ابني يجي صحي ابن، قوم يا ابني نصلي، نصلي، طب روح أنا جاي وراك أهو، قاعدين في الشغل، يلا يا جماعة نصلي يا جماعة، وقت بتاع ربنا يا جماعة، يهرش في قفاه ويقول لك طب بس وراك يا مولانا، باخدنا على جناحاتك. أمال بقى لو هنقول يلا نجاهد في سبيل الله، يلا ندعو الناس إلى الله، يلا نعرف الناس بدين ربنا، من سيكون لها؟ ربنا بيعاتب أهل الإيمان اللي هو أصلا الواجب فيهم أن يقوموا على تلك الخيرية بأمر الناس بالمعروف بمعروف ونهيهم عن المنكر بغير منكر. فيقول: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم، شوف ما قالش قوموا، إنما قال انفروا في سبيل الله، اثاقلتم إلى الأرض. شوف التأنيب، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ الدنيا ضحكت عليكم، قاعد جنب الجنيه، جنب المتاع، جنب الشهوة، مش عاوز تقوم لربنا؟ مفضل شوية نوم إن أنت تقوم لربنا. اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ طيب فوق، لو أنت مش عارف الحقيقة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. طيب وإحنا لازم نقوم يعني، والدين ده مش هينتصر إلا بينا، وربنا محتاج قومتنا؟ لا، ربنا مش محتاج قومتك، إلا تنصروه فقد نصره الله. رغم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من ينصره، وجد أبا بكر، وجد المهاجرين، وجد الأنصار، فما بالك كيف يكون النداء لنا نحن: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. ما أنا قلت لك بقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر إنما هجر. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته. الآيات الجميلة المعروفة اللي احنا كلنا عارفينها: أنا الآن أناديك، أقول لك إياك أن تتثاقل وأنت ساع إلى الله جل وعلا، هيا جدد إيمانك، جدد نشاطك، الحياة الدنيا قصيرة،
الحياة الدنيا ليست إلا متاع، الحياة الدنيا ليست إلا جناح بعوضة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. هيا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هيا فلنفرح بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. يلا نحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يلا نملأ قلوبنا بحب وتعظيم ونصرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم انصرنا نصرا عزا مؤزرا، وانصر بنا دينك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. ودوما أنا أحبكم في الله، ودوما أستودعكم من لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.